نعم أيها الكرام، من مدينة المضايف والأهوار، مدينة المحبة الحسينية الصافية الناصرية الحبيبة، نبقى وإياكم مع الرادود الحسيني المتسابق زين العابدين باسم شاكر. اسمي زين العابدين باسم شاكر، من محافظة ذيقار، عمري 16 سنة. شجعوني وحفزوني على قضية الإمام الحسين أهلي. تأثرت بالمرحوم ملا ياسين الرميثي وملا مسلم الوائلي، جيت حتى أرضى الإمام الحسين عليه السلام. اللي شجعني ملا مسلم الوائلي وحبيت أن أكون رادود مثله. صلوا على محمد وآل محمد. حسين حسين، مر بينا مر بينا مر بينا، أضم مرات دمعي، مر بينا مر بينا وتذكرت الليالي، وتذكرت الليالي، من ربينا من ربينا على تشاد الجفونا، على تشاد الجفانة، مر بينا مر بينا ونذكرهم أخاف لهم وصية، ونذكرهم أخاف لهم وصية. صلوا على محمد وآل محمد. راحوا يا قلب اللي تحبهم، راحوا ويا دمع اللي ترتهم، راحوا ولا بي والحكهم وانا بدمعتي احفظ المستهل وياي بعد قلبي. راحوا يا قلبي اللي تحبهم، راحوا يا دمع اللي تردهم، راحوا ولا بي والحقهم وانا بدمعتي وانا، راحوا راحوا يا قلبي لي وياي بعد قلبي، راحوا يا قلبي لي تحبهم، راحوا يا دمعة راحوا ولا بي والحقهم وانا بدمعتي وانا، اخ هاي قلبي تفز علي من راحوا الكان وضوى شوفتي البيبان تلجيم، من يحرك الهوى من يحرك الهوى، قمت داوري بروح من قد ما اريده، بل كحصل من ندي لم سليده، توها عيني على الحزين صارت جديده صارت جديده، قلبي ما ترجع أحبابك، قلبي وما حد يدق بابك، قلبي وما يحمل غيابك وانا بدمعتي وانا بدمعتي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أحسنت يا زين العابدين، وإن شاء الله شريكا لزين العابدين في دمعه وعزائه. أحسنت يا حبيبي.
ملا عمار احنا نبدا بابو مهدي لانه هذه الساعه هو قال تبدو ملا عمار فحتى يصير تبادل ملا هالمره ماكو لازم انت تبدا زين العابدين طيب الله انفاسك بارك الله فيكم اجور عندك حس جميل عندك اداء جميل ما تفاعل يعني تفاعل مع القصيده جميل تفلت عندك بعض الأماكن في الختام وفي منتصف الشطر أو البيت نقول ليش جاي تفكر بالأداء أكثر ما جاي تأدي ملاحظ لو لا عندك شوية تفكير يعني لو تارك نفسك على سجيتك تجاي تأدي حلو من بداية جاي تأدي حلو أول شطر شطرين متكامل كان الأداء من فكرت تسوي بعض الحليات الزايدة شوية هي جاية وياك بالأساس بس من فكرت بيها تفلت عندك بعض الأمور نحتاج نعالج هاي السالفة مرونة الصوت مخارج الأحرف بعض الانضباطات كون تمرن صوتك حتى تكتمل اللوحة الجميلة اللي انت جاي تسويها حتى لا يصير عندك أخفاق بالأداء منتصفه أو نهايته لأن مشكلة الأداء الرئيسية أو قوة الأداء خلينا نقول شلون يقفل المؤدي الجملة قد أبدأ جميل لكن منتصف الشطر أو نهاية البيت صار عندي إخفاق توقف بأذن المستمع فلا تفكر هواي وانت تأدي ومرن حنجرتك على أن تكون طواعة ولينة أكثر إحساسك جميل صوتك دافئ وراح أشوفك إن شاء الله بأفضل من هاي الحالة وأن سمعنا حالة جميلة لكن إحنا مكاننا الآن أن نعطي الملاحظات حتى تداركها إن شاء الله سواء معانا أو في أي مكان تتدرب كون تهتم بهيئتك إن شاء الله موفق وخير إن شاء الله شكرا جزيلا مولا محمد مولا عمار وهذه عودة أيضا لك طيب الله أنفاسك يا حبيبي يا زين العابدين أبو مهدي أوجز فأبلغ في تقييمه ولكنني رأيت شيئا واحدا لم يعجبني أشياء أعجبتني كثيرة ولكن شيء واحد لم يعجبني وهو أنك قرأت الأبوذية تريد بس تخلص من عدها نعم قرأت الأبوذية تريد بس تخلص منها مجرد تقرأ اسمك قرأت أبوذية احنا قلنا في بدايه المسابقه انه احنا نريدكم تبتشوننا على الحسين سلام الله عليه من خلال الاختيار الصحيح والابوديه الصحيحه السليمه المفجعه التي تدمي القلوب طيب الله انفاسك وجعلك الله من خدمه الحسين عليه السلام شكرا لك يا حبيبي شكرا لك يا حبيبي اهلا يا زين عبدي راح تستمر بالمحاولة حتى تكون مقبول في مجال الردى الحسينية إن شاء الله؟ إن شاء الله استمر بفضل أبو عبد الله الحسين إن شاء الله وأكيد دعواتنا لكم جميعا بالتوفيق يا ربي والنجاح دوما إن شاء الله حبيبي شنو نوع الملاحظات اللي تقدمت إليك يعني من اللجنة؟ كانت على اللحن أم على الصوت أم على النص الشعري؟ على النص الشعري على النص الشعري إن شاء الله بالأيام القادمة نتلافاها وتكون أحد المبدعين اللي يقدمون ويرتقون هذا المنبر الحسيني إن شاء الله